أعلنت شركة أركا سبيس الرومانية عن طرح لوحتها أمام أو مع أعياد الميلاد في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي فتح باب الطلب المسبق عليه بسعر يصل إلى 20,000 دولار أمريكي. التقرير التالي يعرفنا على المزيد. How are you doing that? It's a magic carpet. It's lovely. لم يعد بساط علاء الدين السحري الذي كنا نشاهده صغارا بمجرد الخيال في مسلسل كرتوني، فيبدو أن هذا الحلم سيتحقق قريبا. شركة أركا سبيس الرومانية المتخصصة في مجال تطوير الصواريخ والتكنولوجيا الفضاء أطلقت لوحة أركا بورد العائم بمراوح كهربائية أنبوبية، والتي تنتج أكثر من 272 حصانا بخاري من قوة الدفع العكسي، ما يسمح له بالطوفان والارتفاع. ويمتلك اللوح سرعة تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة، ويمكن التحكم به إما عبر جسم الراكب أو عن طريق وصله بهاتف ذكي باستخدام تقنية البلوتوث. ويعمل اللوح بشكل مختلف عن ألواح التزلج العادية والألواح العائمة التي تعمل بالطاقة المغناطيسية، حيث يمكنه أن يحوم ويرتفع عن سطح الأرض وأن يمشي فوق الرمل أو الماء. وتتوقع الشركة المنتجة أن يتم تسليم طلبات الشراء ابتداء من منتصف شهر أبريل نيسان من العام القادم.